خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أراد الغنى بلا مال، والعز بلا عشيرة، والطاعة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله تعالى إلى عز طاعته، فإنه واجد ذلك كله. الله تبارك وتعالى هو الأول بلا أزل، والباقي بلا أجل. خرت له الجباه، ووحدته الشفاه، لا يخفى عليه من عباده شخوص وكرور رفضة. سبحانه وتعالى يعلم الجهر وأخفى، وهو علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم. روي أن الزمخشري سأل الإمام الغزالي عن قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فأجابه قائلا: قل لمن يفهم عني ما أقول، اترك البحث فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولم تدر من أنت، ولا كيف الوصول. لا ولا تدري صفات ركبت فيك، حارت في خفاياها العقول. قل لي، أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها أو ترى كيف تجول؟ أنت يا صاحبي، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري فيك، أم كيف يؤول. فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك بها أنت جهول، كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف الوصول. فهو لا كيف ولا أين له، هو رب الكيف، والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وعلا وتعالى ربنا عما نقول. سبحانه وتعالى. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.